كويس انك هنا والله. انا قاعده مع عمه امي بملالها ابلكيشن فيزا امريكا. قصه كويسه على فكره، فيها حاجه يعني. مالك يا عمي، في ايه؟ مفيش، أرق. لا في ايه بجد؟ مودي وحش بس غالبا، مش عارف. انا بحكي لك قصص حلوه اهو. بعدين شكلك عامل مصيبه صح؟ لا انا هدخل احاول انام تاني.